كابتن اسامه، الف مبروك. فوز مهم للنادي الاهلي ودرس قاسي من الاهلي للاشقاء في الهلال السوداني. الحمد لله. اولا يعني ان كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع لعيب الاهلي النهارده، وكنا دايما بنقول التوفيق مهم في كره القدم. صحيح. فالحمد لله النادي الاهلي النهارده سجل 3 اهداف، وده كان المطلوب، وكان ممكن يعني يزيد من الاهداف، تكون مباراه يعني برقم كبير وتتحط في تاريخ مواجهات الاهلي مع الهلال السوداني. في يوم زي النهارده لازم برضو ما ننساش ان احنا نشكر ناس اشتغلت على اليوم ده. صح. كابتن ايمن، عشان اليوم يكون بالشكل ده، من يوم تجدد الفرصه مره اخرى والنادي الاهلي بقت فيه فرصه قدامه امام الهلال السوداني، مجلس اداره النادي الاهلي مظبوط اشتغل ازاي يبقى فيه 50,000 متفرج او استاد القاهره يكون مليان. صحيح. خاطب الجهات المعنيه علشان يعني يكون اكبر عدد من جمهور النادي الاهلي موجود في هذه المباراه. اللي عايزين نشكرها برضو بالموافقه. بصراحه يعني بنشكر لجنه المباريات في النادي الاهلي، بنشكر المركز الاعلامي في النادي الاهلي، الناس اشتغلت خلال الفتره اللي فاتت كام يوم اللي فاتوا، وبنشكر برضو الدوله المصريه بكل مؤسسه اشتغلت علشان يخرج اليوم النهارده بالشكل ده. صحيح. في النهارده ناس شغاله من الصبح على اليوم ده. مظبوط. شفنا شركه تذكرتي حجز التذاكر، شفنا شباب واقف على ابواب الاستادات بينظم عمليه الدخول، ازاي الخروج، ازاي اكل الناس، الفطار، كل الكلام ده. بنشكر وزاره الداخليه اللي استجابت لطلب النادي الاهلي يكون عدد كبير، بنشكر القيادات الامنيه، الناس اللي سايبه بيوتها واقفه في الشوارع من الصبح في الحر علشان تنظم، بنشكر وزاره النقل، وزاره الصحه، كل الوزارات المعنيه اللي اشتغلت وتعبت واخلصت علشان النهارده ما بنتكلمش عن النادي الاهلي، احنا بنتكلم عن الدوله المصريه. نشكر الجماهير المصريه. لا ده انا لسه احنا يعني علشان يخرج يوم زي ده بالشكل ده، في ناس اشتغلت وتعبت، علشان كده كان حقهم ان احنا نشكرهم علشان تكون هي دي البدايه. صح. بدايه عوده الكره المصريه مره اخرى. كنا دايما بنشتاق ونقول نفسنا جماهيرنا تكون في المدرج. مزبوط. نفسنا نشوف الشكل ده. كنا بنناشد جمهور النادي الاهلي وهو مش محتاج مناشده. صح. خلال الايام اللي فاتت الالتزام، التشجيع، النهارده جمهور النادي الاهلي ضرب يعني اروع الامثله النهارده. مزبوط. في المباراه علشان تكون هي دي البدايه ان احنا نشوف جماهيرنا في الدوري العام، نشوف ان شاء الله مع تاهل النادي الاهلي في الادوار القادمه باذن الله جمهور النادي الاهلي، ونشوف الشكل ده. فبنقول للدوله المصريه الف مبروك على عوده الرياضه المصريه بقوه مره تانية زي ما كانت، وان شاء الله هتكون موجود الفتره القادمه يا رب. فده شكر لكل الناس اللي اشتغلت على اليوم النهارده. الشكر خاص لجمهور النادي الاهلي. صح. الناس اللي جت من كل محافظات مصر علشان يعني تحضر والنهارده تكون موجوده في الاستاد وتشجع. وكنا بنشوف قبل الفطار ابواب الاستاد مفتوحه من الساعه 4 كابتن شريف، الناس رايحه وقاعده وجايبين الفطار بتاعهم، الالتزام في الدخول. الحقيقه هي تذكرتي كمان وفرت ناس شباب عربيات، شفنا بنتوزع فطار وبتوزع وميه وعصير وشباب زي الفل واقف على ابواب الاستاد بمنتهى الاحترام بيعامل الناس الدخول والناس اللي خارجه من الاستاد. فالنهارده الحمد لله جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور النهارده ابتدى النهارده يقول لا احنا ان شاء الله نرجع المدرج تاني، عايزين نرجع الشكل الحلو ده تاني. ما شفناش اي سباب خارج في المباراه، ما شفناش اي حاجه خارجه، لا شفنا من اول دقيقه لاخر دقيقه جمهور عظيم بيشجع من اول ثانيه. ودي رساله لجميع الجماهير بصراحه. يعني النهارده بنقول مبروك للدوله المصريه، عوده الرياضه المصريه بقوه. صحيح. علشان ده النهارده المكسب مش مكسب نادي الاهلي، لا مكسب لمنتخب مصر. شفنا مباراه منتخب مصر امام ملاوي 2000 او 3000 وانت طالب 20,000، لا عايزين مباريات منتخب مصر، عايزين نشوف مباريات الدوري الممتاز، الانديه الجماهيريه. فعلشان كده النهارده المكسب كبير جدا للكره المصريه، مش مكسب النادي الاهلي بس. صح. طبعا النهارده مبروك للنادي الاهلي، البطولة المفضلة ليه اللي دايما بيحقق فيها أرقام قياسية، النهاردة يعد ويبدأ يدخل الأدوار القادمة إن شاء الله، بنتمنى له كل التوفيق. لكن النهاردة اللعيب رقم واحد اللي قدر إن شاء الله يعني اللي قدر كان مساند طول التسعين دقيقة هو جمهور النادي الأهلي العظيم. صحيح. النهاردة في لعيبة مع المباريات المهمة لازم تعلى مع الحدث. طبعا. واحد النهاردة من اللعيبة المهمة اللي عليت مع الحدث، وكنت بقول لك الدكة النهاردة قبل المباراة كانت مهمة. أيوة. مش مهم التسعين في 90 دقيقة، مش الناس اللي هبدأ بيها بس، لا أنا ممكن عندي 2-3 يغير لي. صح. واحد من النجوم دول حسين الشحات. طبعا. حسين الشحات النهاردة رائع. طبعا. لعيب كبير عنده خبرات كبيرة، إزاي يقف على الكورة،
ازاي امتى يبقى عنده الهدوء اللي كنا بنقول عليه في بدايه المباراه. اللاعب لما يستلم في ال 18 لازم يبقى عندك الهدوء. حسين الشحات عمل الكورتين في الهجمتين اللي احرز منهم اهداف، التحرك الرائع اللي عملها له بيرسي تاو لما قطع ما بين الناس حطها له، حطها بالهدوء. الكره الثانيه لما استلم وعدت قطر الطاهر واستلم وعمل انه هيشوط وقطم بيها لجوه وركنها، برضه مهاره عاليه وهدوء. واحد النهارده من مكاسب المباراه مروان عطيه. مروان عطيه دايما براهن عليه وبقول ده مكسب لمنتخب مصر، مكسب لمنتخب مصر ان شاء الله الفتره القادمه، ومكسب كبير للنادي الاهلي. النهارده مروان عطيه بالاداء اللي بيأديه خلال الفتره السابقه والنهارده كمان بيثبت اقدامه. انا فاجئني بثبات مستوى طول المباراه، يعني انا توقعت بعد المجهود اللي عمله الشوط الاولاني ان هو يقل بدنيا الشوط الثاني، بس بصراحه خلي بالك النهارده مروان عطيه ممكن اول مره يلعب في الاجواء دي والظروف دي وحساسيه المباراه دي وصعوبه المباراه دي والضغط العصبي وكمان العدد الجماهير الكبير. اراهنك لو كان مروان عطيه لعب قبل كده في الظروف دي فالنهارده انه يلعب بالاداء ما لعبش قبل كده عمره ما لعب الظروف دي بالشكل ده بالهدوء ده يعني كميات الجري في نص الملعب بيقطع ويسلم ويكمل ويرجع، لا يعني الحمد لله لعيب صاعد واعد مع النادي الاهلي ومكسب منتخب مصر. احنا كلنا كنا متعاطفين جدا مع حسين الشحات مجرد نزوله. خلي بالك حسين الشحات طالبنا وانا ظروف نفسيه صعبه الفتره دي بين الشوطين. قلت لك يا كابتن ايمن لو استمر اداء احمد عبد القادر ومجدي قفشه كده هنشوف تغييرات، ممكن نشوف حمدي فتحي او اليو ديانج ونشوف كمان حسين الشحات، وحسين الشحات كان ورقه مهمه جدا. برضو تغييرات كولر واقعيه النهارده. النهارده في نفس الوقت نشط الناحيه الهجوميه بحسين الشحات، وفي نفس الوقت لما خرج مجدي قفشه لعب بثلاثه في نص الملعب، عمرو السوليه، مروان عطيه، حمدي فتحي، وبعد كده زود كمان اليو ديانج بخروج عمرو السوليه قفل مفاتيح لعب الهلال السوداني. فالنهارده مبروك عوده الرياضه المصريه، مبروك مكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده يستحق وعن جداره الفوز النهارده، وكان ممكن يكون نتيجه كبيره لمواجهات الاهلي والهلال السوداني، بس هو كان كريم بالاشقاء كان في التاريخ، لكن يعني اكتفى بالثلاثه. أيوه. وان شاء الله المباريات القادمه يكون فيها التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما الكابتن علاء قال بمجرد اضاعه ركله الجزاء امام صن داونز والهلال السوداني صحيح يعني حسينا ان الكره حبانه الاهلي في دور الثمانيه كره حبانه. وخلي بالك كل ما الدنيا بتتصعب في دوري المجموعات وبنصعد مركز ثاني بتكون دي ان شاء الله يعني المفتاح اللي بيوصلنا للفاينل، وتكون البطوله ان شاء الله السنه دي من نصيب النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي باذن الله.